مشاكل. السبب بقى ان احنا ما تطورناش، اطور على دي طبيعه الشعب، دي مسؤوليه الحكومه في الوقت ده، ان هم كان المفروض يقول لا عايز تفتح مصنع مثلا، اعمل لي مثلا 5000 او 10000 على خلال 5 سنين تعمل شيء اكبر بلاش. هو ده الانتاج الفني هو الحل لتقليل الصناعه السابقه عموما. فدي من الواقع ان احنا الانتاج الفني ضعيف جدا، ما يسمعش اي عطول ولدان او ايه او الصناعه دي. ثم ما حدش سمح لي عايز استطلب حتى لو طلع القرار يجي ان ما ننفذش القياده.